السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناة طيور فوق السطح. يا رب تكون صحتكم بألف خير، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. في حاجة مهمة جدا بيعرفها أصحاب الخبرة في تربية الطيور، حاجة بتخلي نمو الكتاكيت يبقى سريع جدا، حاجة عاملة زي كده يعني السياسة. انت بتسايس الكتاكيت وبتعاملهم شوية بخبث علشان ياكلوا اكتر. طريقة فعالة جدا في التعامل مع الكتاكيت، الطريقة دي بتخليهم ياكلوا اكتر بشكل طبيعي جدا، من غير ما تديهم فواتح شهية، من غير ما تديهم ادوية، من غير ما تحط لهم حاجات مهضمة، من غير ما تحط لهم اكلات معينة. طريقة كده يعرفها طبعا الناس اللي ربت كتاكيت كتير، وخصوصا اصحاب المشاريع الكبيرة اللي عندهم خبرة كبيرة جدا بالتربية، او عندهم ناس شغالين في المزرعة بتاعتهم عندهم خبرة كبيرة في التربية. هنتكلم عن الطريقة دي بالتفصيل، لكن قبل اي حاجة ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. اشباع الكتاكيت من صغرهم، انك تخليهم يشبعوا وفي نفس الوقت ياكلوا اكتر. ياكلوا اكتر دي مش دايما مبنية على انك تديهم اكل اكتر، ساعات ممكن تحرمهم من الاكل علشان ياكلوا اكتر، ودي فلسفة الفيديو بتاع النهاردة. عموما انت متعود تدي الكتاكيت بتاعتك العلف من صغرها، ودي الطريقة الشائعة في تربية الكتاكيت، بتقعد تديهم علف تديهم علف، وطبعا هما في البداية بياكلوا كميات صغيرة، يكبروا يكبروا ياكلوا اكتر ياكلوا اكتر ياكلوا اكتر، لحد ما يوصلوا مثلا 3 اسابيع تلاقيهم فجأة كده زهقوا من العلف وبدأوا يبقى عندهم رغبة في التغيير. حلو، فانت تروح بقى على شهر تديهم رز مسلوق او مفلفل، عيش ناعم مفروم ناعم جدا، قشر طماطم وبواقي طماطم، ودي بيحبوها جدا 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 جدا، هيحبوا الاكل ده هيتعودوا عليه بنسبة ما، هتلاقيهم بقى ايه سابوا العلف وبدأوا يعني ما يحبوهوش ويسيبوا منه. هنا بقى يجي بقى وقت دور الخبرة. الحل هنا انك تأكلهم العلف ده من اول اليوم لحد اخر اليوم، وبعد كده تديهم الحاجات اللي بيحبوها اللي هي الرز والعيش المفروم ناعم وقشر الطماطم المطحون او المعصور جامد، وباقي الحاجات بقى اللي ممكن تقدمها ليهم الحاجات اللي بيحبوها دي، تمام، خصوصا الطماطم. تقدم ليهم الحاجات اللي بيحبوها دي بعد ما يشبعوا من العلف تماما، هياكلوها هياكلوها وهم شبعانين جدا في اخر اليوم، هياكلوا بواقي الطماطم والعيش والرز والكلام ده وهم على 3 اسابيع بعد ما ياكلوا العلف تماما ويشبعوا، هتلاقيهم برضو لسه يعني بتجيلهم طفاصة لان هم بيحبوا الاكلات دي وياكلوا الاكل ده وهم شبعانين. هيحصل ايه بقى؟ الحصالة بتاعتهم هتكبر وهتوسع بشكل طبيعي جدا لانها اتملت اكتر واكتر عن رغبة منهم، يعني انت ما زغطتهمش ولا حاجة ولا اكلتهم بالعافية، لا ده عن رغبة منهم الحصالة بتاعتهم هتكبر لان في اكل دخل على اكل، فمكان الاكل نفسه هيوسع، هتلاقيهم بعد كده بياكلوا اكتر واكتر واكتر مع الايام. مش بس هي دي التركاية، ركز معانا في الفيديو لحد الاخر، هتلاقيهم بياكلوا اكتر فبيكبروا بسرعة اكبر بكتير قوي من اللي كانوا عليها في اول 3 اسابيع. مع الوقت بقى مش هيهتموا بالعلف بسبب الموضوع ده، هتلاقي نفسك بقى مضطر تحط علف قليل على قدهم. هنا بقى هيجي دور التجويع، هنا هتستعمل فلسفة التجويع، هتديهم علف على قدهم ما يسيبوش منه خالص، علف ياكلوه وبعد كده يكونوا لسه جعانين ومش يعني ما شبعوش تمام الشبع، وبعد كده بقى تقدم الاكلات التانية اللي هي العيش الناعم والرز المفلفل او المسلوق والطماطم، وتقدم معاها ممكن لو تقدر بصل، تمام، البصل ده ممكن تقدمه يوم ويوم لا، وتقدمه لوحده ما تخلطوش مع اي حاجة تانية خالص. عموما تربية الطيور بتعتمد على التوليف او التعويد،
انت بتعودهم في البداية، لانك بعد كده اللي هتعودهم عليه مش هيعرفوا يغيروه باي شكل من الاشكال. فانت هتأكلهم كمية صغيرة من العلف يجوعوا بعدها، وبعد كده يروحوا ياكلوا الحاجات اللي بيحبوها يشبعوا منها. بعد ما يشبعوا منها وبعد ما يخلصوا الاكل ده، لازم تاخد بالك ان الفراخ لو بيضة، لو انت بتربي فراخ بيضة، لازم تبات، يعني لازم تنام في الليل 6 أو 7 ساعات من اليوم، تمام؟ يعني تفتح لهم اضاءة 16-17 ساعة في اليوم. ليه النوم ده بقى؟ النوم ده هيخليه يحرص على الاكل بكثرة قبل ما ينام، هيعوده ان هو لازم ياكل كتير قوي قبل ما ينام، علشان هو هينام ومش هيبقى فيه اكل في النوم في المكان اللي انت قافله عليه، فده هيخليه بقى يتعود ان هو ياكل اكتر واكتر واكتر قبل ما ينام، وهيقوم بقى جعان جدا وهينام شبعان جدا. الفراخ البيضة لازم تبات، لازم تنام، ما ينفعش الفراخ البيضة تصحى وقت طويل جدا. ممكن الفراخ البيضة ودي حاجة تانية، تمام؟ عموما الفراخ البيضة لما هتبات تاني يوم هتاكل اكتر وهتجوع اكتر، وده تجويع نسبي وهتقدر تستفيد منه بشكل كبير جدا. اما بقى لو فراخ بيضة او الدجاج اللحم، ده بينام ساعتين اصلا وباقي اليوم بيفضل صاحي ياكل علشان خاطر يتسمن، دي حدوتة تانية خالص. مهم طبعا انه يجوع شوية بعد كل وجبة، خصوصا لما تعودوا على الاكل التاني ده اللي بيحبه وبيشبع منه قبل ما ينام، علشان هو بيحب يشبع لانه مش عايز يجوع اثناء الليل، علشان بيبات وبينام، فلو جاع مش هيلاقي اكل، فهو بيعود نفسه باستمرار. وهي دي الفكرة الاساسية بتاعت فيديو النهاردة، ان الطيور بتاعتك انت بتربيها على حسب ما بتعودها، عودتها على اكل في مواعيد معينة هتفضل متعودة عليها، لكنها ممكن تزهق من نوع اكل معين، يعني على 3 أسابيع زي ما قلنا بيزهق من العلف، فهتبدأ تقدم ليه أكلات تانية. بس أهم حاجة الأكلات التانية دي ما تنسيهوش العلف، فبتبدأ بقى تلعب دورك في التلاعب مع الطيور بتاعتك علشان خاطر تعودهم على أكلات كتيرة، وفي نفس الوقت تشبعهم، وفي نفس الوقت تخليهم دايما عندهم رغبة في تناول اكل اكتر واكتر، وده عن طريق طبعا انك بتكبر الحصالة بتاعتهم زي ما قلنا في الاول بالاكلات اللي هم بيحبوها لما بياكلوها في اخر اليوم بعد شبع. الحصالة بتكبر، المعدة بتكبر، بيقدروا ياكلوا اكتر واكتر وينتجوا اكتر واكتر. وانت كمان ما ينفعش تنسى تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب، وتعمل لنا تعليق على الفيديو بأي مشكلة بتواجهك في عالم تربية الطيور، وإحنا هنرد عليك بإذن الله في أقرب وقت، ونشوفك على ألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.